tam tam taram ramadan karam allahu akram tam tam taram tararam tararam ramadan karam allahu akram ramadan karam fatah ya alim talatni yom fi ana w saada la 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 aadat ramadan خير. النهارده جوله جديده، احنا هنا يا حبايبي تامن محل من عند بوابه المتولي كده على ايدك الشمال هنا عند يحيى الاصلي. خدي اليافطه سكرين شوت عشان تعرفي المكان، هو اليافطه بتاعته على باب المحل على طول، عنده توصيل لحد البيت وكمان عنده لينك التليجرام هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. يحيى الاصلي عنده حاجات حلوه قوي النهارده وشغل جديد من الاشخاص والالوان الجديده، وكمان معانا استندات خشب وفنانيس وحاجات حلوه قوي. ازيك يا ايهاب؟ عامل ايه؟ النهارده بقى ايهاب مجهز لكم شويه شغل حلو قوي والاسعار كمان حلوه جدا، وايهاب عنده توصيل لحد البيت يا ايهاب؟ تمام، عنده توصيل لحد البيت واي محافظه. بس اتمنى منكم يا حبايبي اللي عايز حاجه يرد على ايهاب، علشان في ناس كتير بيجهز لها الشغل وبصراحه ما بيردوش عليه، والموضوع ده حصل قدامي، فعشان هو مش ذنبه بيقعد يحضر الشغل ويعطل نفسه. فاللي عايز حاجه يا حبايبي ويتواصل معاه وهو هيجيبها له لحد باب البيت. ايهاب محترم جدا وذوق، ويعني بصراحه اخلاق، وكل اللي جه اشترى من عنده شكر لي فيه. هنا بقى معانا اكبر تشكيله من الكسترات، الاتنين عين مش عين واحده، بجد حلوه قوي، تقدري تستغليها كديكور وكمان تحطي عليها كوبايتين كده. هنشوف معايا كل حاجه، ومعانا كمان اشكال الفنانيس الجديده، الاشكال الحلوه دي زي ما انتم شايفين، بصوا اشكال الفنانيس الاحجام الصغيره والكبيره والوسط، وكمان معانا فنانيس حلوه اهي، وشكل النجمه ده هيديهولكم بسعر حلو قوي ب 50 جنيه. كنت عامله لكم فيديو مشتريات برضو لو حابين تتفرجوا عليه، في كل الحاجات دي من عند ايهاب، حاجات حلوه قوي. ومعانا كمان هنا طبق المكسرات ده 6 عين، حلو قوي وخشب، والخشب بتاعه محمل. كان معايا الفيديو الاخر يا حبايبي، هتشوف النهارده معايا كل حاجه بالاسعار، الحاجات النهارده حلوه قوي. بص بقى الكوستر ده تحفه، علي بوجي وطمطم كده، ده بكام يا ايهاب؟ ده ب 15. ده ب 15 لمتابعين القناه. تمام، ده ب 15 يا حبايبي بدل 17.5، هيديه لكم ب 15 جنيه لمتابعين القناه، حلو قوي. في منه شكل اللي هو عليه عربيه، ده عربيه فول اهي بكل الامكانيات بتاعتها، تقدري تحطي كوبايتين شاي كده وتقدمي عليه حاجات حلوه في رمضان، او شاي وكيك زي ما انت عايزه. في الشيخ ده برضو شكله حلو قوي، وفي منه بكار، وفي منه البنوته دي، اي واحد عامل 15 جنيه تمن اللي هو كان بقطعه واحده، ده دلوقتي قطعتين. وعايزه اقول لكم ان الخشب بتاعه محمل، وينفع كمان تعلقيه من الدايره دي، تعلقيه على اي مسمار برده هيبقى حلو قوي، هينفعك معاكي في اي حاجه، يعني في اي ديكور كمان مش رمضان بس. ورينا اشكاله كده يا ايهاب، دي اشكاله، في برده شكل المدفع ده اهو، وفي كمان وشكل بوجي وطمطم حلو قوي، في بكار في اشكال كتير، وفي كمان المدفع ده، في منه 5 اشكال موجودين دلوقتي، وكل ما تيجوا هتلاقوا اشكال جديده. يعني انا قلت له خلاص الكوسترات دي مش هتتقطع ان شاء الله من عنده، هو جابها لكم مخصوص. معانا هنا برضو العلبه دي عامله كام يا ايهاب؟ دي عامله 35. دي عامله 35 جنيه حبايبي، 6 عيون كده، تقدري تحطي كل المكسرات في رمضان عليها، بجد حلوه قوي وشكلها تحفه. 35 35 جنيه، حلوه قوي. طب ما تورينا اشكالها.
معانا الشكل ده حلو قوي، شكل مجموعة الفنانيس، ومعانا كمان الشكل ده. انا دنتني مستنيه لغايه ما الشغل ده يجيله عشان اصوره لكم النهارده، عشان برضو في حبايبي جم من الغردقه وكانوا عايزين الحاجات دي، فاللي عايز يلحق بقى يحجز الحاجات دي عشان الحاجات دي ما بتقعدش عند ايهاب. ايهاب معروف بكل الشغل الخشب والحاجات دي، بجد حلو قوي عنده. هنا برضو معانا الفنانيس حلوه قوي، دي النجمه ب 50 يا ايهاب لمتابعين القناه. تمام، بدل 65، بدل 65 هيديها لكم ب 50 جنيه يا حبايبي. شكلها حلو وحجمها كبير، والجولد بتاعها كده بيلمع وحلو قوي، الفينش بتاعها تحفه. والمعانا بوجي ده عامل كام؟ ده بدل 60 عامل 50. ده عامل 50 جنيه، ده مستورد؟ اه ده مستورد خفيف جدا عامل 50. في منه كمان طمطم، وفي الفنانيس الصغير ده بكام؟ ده؟ اه ده ب 35. ده ب 35؟ ده سعره حلو قوي. بصوا حبايبي فنانيس اهو ب 35 جنيه، السعر بجد جميل ومستورد كمان مش مصري، حلو قوي. والطمطم بكام؟ ب 50 بدل 60. يعني الفنانيس عندك يا ايهاب من اول 35 جنيه. تمام. الاسعار حلوه قوي يا حبايبي. ده الشيخ الفنانيس ابو 30، ده ب 30 ولا 35؟ 35. 30 جنيه يا حبايبي ليكوا بدل 35، 30 جنيه ليكوا بس. حلو قوي، سعره تحفه بصراحه. الحقي بقى عشان الاشكال بتاعه الفنانيس دي اشكالها حلوه ورخيصه. واللي ماسك طماطم، اللي هو ماسك طماطم ده ولا تفاح؟ بكام ده؟ 85. 75. 75 جنيه حبايبي اهو، شكله حلو قوي. بصوا حجمه كمان كبير. عايزه اقول لكم ابو 30 جنيه ده يعني الحقوه عشان هيخلص بسرعه. بجد الاسعار حلوه قوي، الاسعار جميله. وري لهم ابو 30 ده كده يا ايهاب. ده وري لهم اشكاله، هو الشكلين دول الشكل. بص في الشكل ده والشيخ اهو، جميل قوي ومستورد وب 30 جنيه، وشكله كمان عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي بصراحه. بص برده الشكل ده، اه ده جميل برضو. بكام ده؟ بدل 85 75. بدل 85 75. برضو شكله حلو قوي، تحفه. كل الحاجات دي مستورده خفيفه. بص حبايبي خفيف خالص اهو، مكتوب كل عام وانتم بخير، حجمه خفيف قوي. بس ابو 30 جنيه ده عايزه اقول لكم ان هو تحفه. انتوا هتلاقوا الاسعار على التليجرام اغلى، مالكوش دعوه باسعار التليجرام، هو بيدي القناه ليها اسعار معينه. ده جميل قوي. بكام ده بقى؟ 50. 50 جنيه حبايبي ده. واللي هو الصغير اللي شايل صينيه ده، ده 75. ده مستورد ب 75 اهو، حلو قوي. بس انا عاجبني الزغنون ده، شكله جميل وسعره كمان يا حبايبي حلو قوي. انت بصوا حبايبي العلقه دي سعر حلو قوي النهارده، بدل 60 و65 وكمان بدل 50. ايهاب هيديها لكم لمتابعين القناه ب 45 جنيه بس. بصراحه حلوه قوي. الفيديو اللي فات واللي قبله كانت ب 50 بدل 60، المره دي هتاخديها ب 45 جنيه بس. ايهاب عامل لكم عليها عرض حلو قوي لمده اسبوع، فاللي عايز يلحق يا حبايبي يلحق ويطلبها. كمان معانا اشكال الفنانيس اهي حلوه قوي. دي بكام بقى يا ايهاب النجم دي؟ دي ب 50 بدل 60. دي ب 50 بدل 60، جميله. في بقى ملابس العبايه دي لون ابيض لون ازرق، والشيخ برده اهو، وفي برده اللون الابيض اللي جوه ده حلو قوي. وريهولنا، اه ورنا لهم بوجي. كلها اشكال جميله، دي مستورده ب 50 جنيه بس، شكلها حلو قوي. وكمان ام 30 جنيه دي جميله جدا. وهنا برده معانا طبق المكسرات الثلاث قطع ده اهو، حلو قوي عامل برضو 50 يا ايهاب. 50 جنيه. طب والفنانيس اللي قاعد ده 90. ده 90 مستورد؟ 80 بدل 90. 80 ده 80 جنيه ليكوا يا حبايبي بدل 90 جنيه اهو، شكله حلو قوي. ده مستورد، الفينش بتاعه حلو جدا. واللي هو راكب حصان، عربيه وحصان، 85. 85 جنيه للمتابعين. لا لا، يا حد تبع القناه 75. 75، ما انت قول لنا السعر تبع القناه وهم كده كده هيعرفوا السعر بتاع الجروب ان هو اغلى، فاهمني؟ ده ب 75 يا حبايبي بدل 85، هتلاقوه على الجروب ب 85. فانتوا مالكوش دعوه باسعار التليجرام. بصوا بقى الاستاند التحفه ده جديد قوي، ومجموعه حلوه كده، بوجي وطمطم والشيخ وبسند وبكار قاعدين بيفطروا تقريبا. بصوا بقى الحاجات الحلوه اللي عندهم، في عصير وفي كمان مكسرات وفي رمان وفي فاكهه، حاجات واشكال جميله قوي، مجموعه كده حلوه. ده ستاند كبير مش صغير. ده بكام يا ايهاب؟ ده ب 30 بدل 35. ده ب 30 بدل 35 جنيه. عايزه اقول لكم ان الخشب بتاعه حلو قوي، ده وش وظهر. تمام، ده وش وظهر، يعني الوش زي الظهر اهو، حلو قوي. في طبعا منه اشكال كتيره قوي، في منه كمان هوريكم كل الاشكال اللي هي معاشره. اه ده اللي هو ب 30،
ده اللي هو ب 30 جنيه بدل 35. ده حجمه كبير مش صغير، بصوا حجمه كبير قوي. وفي ده كمان ده ب 30 برضو، ده ب 30. اشكال بقى الكوسترات ام 10 الاستاندات اهي ب 10 بدل 15 لمده اسبوع، وكان عايز يخليها ب 15 فانا خليتها لكم ب 10 جنيه لمده اسبوع بدل 15 جنيه اهي. الاشكال دي حلوه قوي وبتتخطف، بصوا بصوا كمان الشكل ده حلو قوي، الشكل الجديد ده بتاع البنوته دي جميل. في كمان هنا بسند ودياستي حلوين قوي الاشكال دي، بصوا اي واحد عامل 10 جنيه بدل 15 جنيه، فالحقي بقى لان اسبوع وهتلاقي كله بيغلي الاسعار. في كمان الشكل ده حلو قوي، في كمان معانا بكار اي واحد كده. بصوا عايزه اقول لكم ان الخشب حلو قوي بتاع ايهاب، الخشب بتاعه متين، يعني تحطي الاستاند كده مش يطلع ولا يفلت منك ولا الكلام ده، لا انا واخده من ده وبصراحه حلو قوي. والعلقه جت 3 قطع الخشب ب 15 بدل 20، ب 15 بدل 20. بصوا الخشب بتاعها عامل ازاي، الفينش بتاعها حلو قوي. دي 3 قطع يا ايهاب. طب ورينا واحده عشان يشوفوه. بيقول لكم الشغل ده لسه جاي، عشان في ناس جت وما لقيت الشغل خلصان، فايه عشان ما حدش يزعل يا حبايبي دي لسه جايه. يعني انا قعدت لغايه ما الشغل الخشب ده جه، كل اشكالها موجوده، كل اشكالها موجوده. الشكل ده جديد قوي، الثلاثه كده مع بعض ب 15 بدل 20. فين طيب ده ب 25، الستاند ده ب 25 بدل 30 اهو. وش وظهر برده، مش وش بس، وش وظهر، عشان في منه وش بس، في منه بكار اهو، وفي منه بسند، بسند برده حجمها كبير ب 25، ب 25 جنيه بدل 30، حجمها كبير وشكلها حلو قوي. في برده دياستي، في بوجي اهو ب 25 بدل 30 جنيه. كل ما تتأخري كل ما الأسعار هتغلى، فالحقوا يا حبايبي لو عايزين من الحاجات دي تعالوا بجد الحقوا كده عشان الأسعار ما تغلاش. في كمان الشيخ وش وظهر، أي حاجة هتاخديها وش وظهر، عشان في منها بيبقى وش بس. وفي كمان من العلقة اللي هي 3 قطع دي أشكال برضو أهي عاملة 15 جنيه. في العلقة الكبيرة دي بدل 40 و35 هديلكوا ب 30 بس، في برضو منها ألوان وأشكال. في معانا بوجي الكبير ده، بصوا ده شغل كده الفينش بتاعه عالي قوي وحلو جميل، والفينش والخشب بتاعه تقيل وشكله تحفة وألوانه جميلة كلها. ب 40 بدل 50 جنيه، 35 كمان ب 35 يا حبايبي بدل 40 و50 جنيه اهو. هو الفيديوهات اللي قبل كده كان منزل عليها عرض 30، فدلوقتي زود عليكم 5 جنيه بس، كان عايز يخليها ب 40. بصوا حبايبي في معانا برضو دياستي اهو ب 25 جنيه، برضو ده الشكل الجديد والالوان الجديده. في برضو معانا هنا حاجه جديده قوي لسه نازله، دول ده هلال ونجمه وفانوس، الثلاثه مع بعض بكام يا ايهاب؟ ثلاثه مع بعض. ده بيتلزق بدبل فيس نفس خامه المشايه كده، ده بكام بقى؟ ده بكام يا ايهاب؟ ده ب 12.5 بدل 15 لاي حد تبع القناه. اي حد حبايبي تبع القناه يدولكوا ب 12.5 3 قطع تقدري تلزقيه بدبل فيس. في برضو اشكال، ورينا اشكاله كده ايهاب، اشكاله حلوه قوي، الحاجات دي لسه نازله جديده، جميل يعني الطقم على بعضه 3 قطع هتاخديه ب 12.5 جنيه، حلو قوي بدل 15 بدل 15. بصوا في الشكل ده كمان حلو قوي، ده برضو تقدري تلزقيه تعملي بيه ديكورات في رمضان كده في المطبخ، هيبقى شكله تحفه، اللي هو اشكال الخياميه ده. في برضو الشكل ده، ده كده برضو زي فكرة المشاية، برضو نفس على صغير، تلزقيها برضو بدبل فيس او تقدمي عليها برضو طواجن مش هتبوظ من النار، بتستحمل السخونية، ممكن تقدمي عليها طبق كده طاجن على السفرة، حلو قوي ب10 جنيه بدل 12.5 هتاخديها ب10 جنيه، اشكالها جميلة كل اشكالها حلو. في بقى هنا البساقط دي مليانه شغل، بصوا الشكل ده كمان، في حاجات كتيره جدا وشغل كتير قوي عند ايهاب ما شاء الله، شغل لسه نازل دلوقتي. بصوا الشكل ده كمان او بتتعلق برضه، بصوا دي يا حبايبي دي مش مشايه، دي بتتعلق علشان حرام تتحط مشايه، عشان مكتوب عليها ايه، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. فدي كانت نازله السنه اللي فاتت، فناس كتير كانت فاكراها مشايه، لا دي مش مشايه، دي بتتعلق كده بدبل فيس، مقاسها متر ونص.
حلو قوي. انا عندي زيها شيف حطاه في المطبخ، بصراحة شكلها تحفة في المطبخ. تقدري تاخديها تعملي بها ديكورات في رمضان او في الشقة او في المطبخ في اي مكان. بكام بقى يا ايهاب؟ ب80 بدل 90 و100 جنيه. بجد حلو قوي، سعرها حلو. السنة اللي فاتت كان ب100 جنيه، ايهاب السنة دي هيديها لكم ب80 جنيه بس لاي حد تبع القناة. هتلاقوها على الجروب اغلى. معانا برضو حبايبي الاستاند ده ب30 جنيه، شكل جامع وهلال كده حلو قوي. في منه لون فضي، ده على فكره وشين، وش لونه خشبي ووش لونه ذهبي، وفي منه الفضي اهو ب30 بدل 35، اشكاله حلوه قوي. وفي من دي برضو اللي ب45، هتاخديها ب45. في برضو منها اشكال كتيره جدا، دي اشكال ام 45 جنيه، اشكالها كلها حلوه قوي. برضو بوجي طمطم ده شكله جميل، الشكل ده حلو قوي. هي بتبقى 3 كده علقه بس الخشب بتاعها قوي وحلو. 3 هتاخديهم ب45 بدل 60 و65. في برضو الشكل ده، الله حلو قوي الشكل ده. برضو في بقى شكل شهريار دي ولا اسمها ايه اهي، برضو الشكل ده جميل. في برضو فوانيس يا حبايبي لسه جايه، الواحد ب5 جنيه لمتابعين القناه، ب5 جنيه. في بقى كل الالوان موجوده، في منه ابيض واصفر واحمر، حلو قوي الفوانيس دي. في برضو معانا الاشكال الستاند دي لسه جايه اهي ب10، هتاخديها. في اشكال ثانيه بس، في اشكال ثانيه لسه نازله. هو بصوا لسه بيطلع الحاجه من الاكياس. ده ب10 جنيه هتاخديه بدل 15 جنيه. في برضو شكل المسحراتي ده حلو قوي، كل الاشكال موجوده. فالحقي بقى الحاجات دي بتخلص. في شكل بكر ورشيدة برضو، ده شكل جديد غير بكر، بس ده بكر ورشيدة في حبل زي ده. ده بكام بقى؟ ده 10 متر. بكام؟ ده ب20، لأي حد تبع القناة 15 متر. 15 جنيه حبايبي، 10 متر تقدري تزيني بيه أي مكان. مثلثات، وفي مشكل منه. وفي مشكل منه. بصوا حبايبي معانا بقى دي تمشي صينيه، تقدري تقدمي عليها حلوه قوي في رمضان، وكمان تقدري ان انت تعلقيها، هتبقى هتمشي معاكي الاثنين، شكلها تحفه. اشكال رمضان بكار، عليها اشكال رمضان، وده كرتون مقوى مش كرتون خفيف. هتمشي مرايه وهتمشي تقدمي عليها كده كصينيه تقديم، هتبقى حلوه قوي. دي عامله كام بقى يا ايهاب؟ دي عامله 40 بدل 50. 40 بدل 50 و60 جنيه حبايبي. بصوا عليها بكار وعليها الشيخ والفنانيس وبوجي وطمطم، بصوا اشكالها كلها حلوه قوي. في منها كمان شكل الفانوس اهو، هتنفع صينيه وهتنفع كمنظر كده تحطيها برده في الشقه جنب باب الشقه ولا حاجه، زي ما انت عايزه، هتشتغل معاكي الاثنين، حلوه قوي بصراحه. هوريكم بقى مجموعه المشايات التحفه دي، بصوا دي حلوه قوي. تحطيها مشايه لو مش عليها رمضان كريم اهي، زي كده مثلا تنفع مشايه، هتبقى حلوه قوي. بس عايزه اقول لكم ان هي كطابلو هتبقى قيمتها فيها كده وشكلها احلى. دي بكام يا ايهاب؟ 30 يا حبايبي، هيديها لكم بدل 35 اهي. في برضو منها دي حلوه قوي، تلزقيها بدبل فيس عادي. في برضو الشكل ده، اشكال كتير. ورينا الوان بوجي كده يا ايهاب، اي واحده عامله 30 كبيره او الاشخاص المجسمه. الوان بوجي جميله قوي. في برضو طمطم جميله، وفي بكار. انا عامله لكم فيديو مشتريات في كل الحاجات دي، اتفرجوا عليها تستفادوا منه قوي. بصوا شكلها تحفه، ب30 جنيه بس بسن، حلوه قوي. بصوا حبايبي دي برضو كوشنات معانا لسه، الرسومات الجديده دي قبل فهيتة اهي، شكلها حلو قوي والوانها حلوه. عامله 10 جنيه اهب، 10 جنيه اهي. اشكال بقى كتيره جدا، شوف الاشكال. بصوا الشكل ده، قاعدين ماسكين العود كده الاثنين مع بعض، شكلهم حلو قوي. بس الشكل ده حلو قوي، الشكل ده. في كمان اشكال كتير قوي اهي، ده المسحراتي جميله. في الشكل الثاني ده من المسحراتي جميل. في الشكل ده حلو قوي الاشكال دي. الشكل بتاع الفنانيس ده تحفه، بيبقوا طقطق مع بعض، دول شبه الاستندات، شكل الاستند بالظبط، شكلهم حلو قوي. في الشكل زيكا وزيكو، اشكال كتير، اشكال كتير حلو. وفي شريهان، وفي عم شكشك، وبتاع الكنافه، في طنطه، اي واحد عامل 10 جنيه، حلو قوي.
اشكال بقى كتير زي ما انت عارف. بس الشكل ده جديد قوي، جميل، وده برضو حلو جدا. اشكال بقى كتير زي ما انت عايزه. وعامل عرض تاني عشان خاطر قناه تمر حنا. اه اي عروسه مالها 40 و30 20 جنيه 20 جنيه عشان خاطر تمر حنا. تعالوا بقى يا حبايبي، الاسعار بجد ايهاب عاملها لكم حلوه قوي. في بكار وفي طمطم وفي فنانيس. في كمان معانا بكار اهو يا حبايبي، ومعانا طمطم، ومعانا كل الاشكال بقى موجوده. والفنانيس ب20، انا كنت مصوراها قبل كده ب40 مره وب30 مره، المره دي ايهاب هيديها لكم ب20. معانا برده فوانيس حلوه اهي ب10 جنيه، ممكن بقى تعملي بيها ديكورات حلوه قوي في رمضان حبايبي. في برده من الشكل ده لسه جاي اهو، ده ب30 جنيه، حجمه كبير قوي وشكله حلو، اشكاله ام 30 وام 25، حلوه قوي. انا وريتها لكم كلها. هنا برده مجموعه الاستندات، قصدي الفنانيس اهي كلها، في المستورد وفي المصري، في ام 50، الاسعار من اول 30 جنيه، اشكال كلها حلوه قوي. حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم. احنا هنا اهو يحيى الاصلي، دي اليافطه هتيجي ده تعمل محل من عند بوابه المتولي كده، هتدنك ماشيه كده على ايدك الشمال يحيى الاصلي، هي يافطته اهي يحيى بوتيك الاصلي، عشان تعرفي جنب كحيل على طول. فيا حبايبي المحل ما يتوهش، عشان تيجوا تعرفوا عنده كل حاجه موجوده. وكمان اتفرجي على الجوله اللي قبل دي، برده فيها حاجات كتيره جدا، بس مش عايزه اطول عليكم. انا وريتكم النهارده الحاجات الجديده الحلوه اللي لسه نازله، فالحقي بقى كل الحاجات دي، والفنانيس والاسعار اللي هي ام 30 والفنانيس والحاجات دي مش هتقعد، والكوسترات بجد هتخلص بسرعه. وعنده كمان هنا شمع حلو قوي ب5 جنيه الواحده، حاجات بقى كتيره جدا اهي. للجمله برضو اسعار جمله هيديكوا، اسعار قطعي هيديكوا زي ما انتوا عايزين، بس اللي يجي يقول له احنا تبع تمر حنا هيديكوا بنفس اسعار الفيديو حبايبي. وهسيب لكم لينك التليجرام ورقم ايهاب في اول تعليق مثبت، بس مالكوش دعوه بلينك التليجرام لاني اغلى، الاسعار غاليه. عايزه تتفرجي اتفرجي، بس الاسعار خديها من الفيديو، بجد عنده الفنانيس حلوه قوي. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم. ما تنسيش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك. ايه حد يبعت رساله يصحح له الاسعار، اي حد يبعت له رساله على الواتس يصحح لكم الاسعار، بس عشان هو التليجرام عنده اسعار غاليه. فانا برده هسيبه لكم، وهسيب لكم برده رقم التليفون، وفي توصيل لكل المحافظات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش بقى تمر حنا باللايك والاشتراك كده والتعليق الحلو. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. ولا الحبايب لولا جينا ولا تعبنا طيب وتملي وكل